الآن تظهر إلى جانبك الخريطة ومدينة خرسون بالضبط. دكتور محمود، كان هناك اتهامات من الجانب الروسي للأوكران بأنهم يريدون قصف سد كاخوفكا، وإذا هذا سيؤدي إلى إغراق المدنيين. الآن الخريطة تظهر، ماذا يعني الآن للقوات الروسية أو الأوكرانية قصف سد كاخوفكا؟ هلا الآن ليس في مصلحة روسيا ولا أوكرانيا. أول شيء مصلحة روسيا، سد كاخوفكا أطلق عليه حوالي فوق 30 صاروخ هايمرز قبل الانسحاب الروسي، فعليا أصبح عبارة عن صاروخين ثلاثة سيتهدم هذا السد. ماذا يعني تهديم هذا السد؟ يعني إغراق الضفة الغربية كلها في المياه. ففعليا الآن ليس مصلحة أوكرانيا أن تهدمه، لأنه فعليا سيمنع، يعني يمنع أن حتى وصول العسكري إلى هذه المناطق، وليست روسيا تريد أن تهدمه فعليا، لأنها هذه المناطق تعتبرها أرضها ولا تريد تدميرها. فهل الآن ليس مصلحة بما يسمى لمس السد؟ فإذا نظرت إلى الخريطة الآن نلاحظ أن خرسون مدينة كبيرة مقسومة الضفة الغربية لا تتجاوز مساحتها 12% من مدينة خرسون، وخرسون رويف خرسون يصل إلى، إذا رأينا يصل إلى بحر آزوف وبحر الأسود وإلى ماريوبل تقريبا. فهذا فعليا كله هذا موجود قوات الروسية. فالخطأ الإعلامي اللي عم يشير مدينة خرسون هو الخطأ ضفة الغربية من مدينة خرسون. يعني الآن ستصبح هذه المنطقة بالمستقبل يمكن أن نبدأ على أساس هذا الانسحاب فعليا يعطي، أنا مع عشان أكمل أخوة المشاهدين، يعطي فرصة لبدء عملية وقف إطلاق النار قبل دخول فصل يعني بناء خط دفاعي من قبل القوات الروسية لحماية ماريوبل وشبه جزيرة القرم طبعا، وما باقي من خرسون، لانه اذا خرسون اذا نظرنا هي مربوطه بكل الاراضي الروسيه الان، والمعبر البري بين روسيا وجزيره القرم هو عن طريق خرسون. يعني الخرسون مربوطه بجزيره القرم، مربوطه بالبر بحدود بريه. روسيا لا تملك، حتى لما ضبت جزيره القرم لا تملك حدود بريه مع جزيره القرم، لذلك انشات جسر ما يسمى جسر كيرش. هذا الجسر الان اللي من حوالي شهرين ضرب من قبل او عمليه ارهابيه كان فيه او عمليه تخريبيه لا الفرق، ولكن فعليا هذا مهم جدا. موقع خرسون استراتيجي كحياه او موت الى روسيا، هذا امر مهم جدا، فلا تستطيع التنازل عن خرسون. هي تنازلت عن المنطقه الغربيه مع انه اراضيه، ولكن يمكن بالتفاوض بعد مده اذا وجدنا هذا الخط الفاصل بين الطرفين، وان فهم الطرفين ان لا هناك منتصر الان في العمليه العسكريه القادمه، يمكن ان نبدا عمليه التفاوض على اساسها ترسم الخريطه الجيوسياسيه الجديده. يعني تتنازل اوكرانيا عن بعض الاراضي وروسيا تقف العمليه العسكريه، يمكن ان يبدا فعليا عمليه السلام وعمليه التفاوض في المستقبل، لانه فعليا وهذا ما خرج عقب الانسحاب دكتور محمود من موسكو. اليوم نتحدث عن مفاوضات وخريطه جديده بالنسبه للروس في اوكرانيا. هل تعتقد بان الروس يعتقدون بان الجانب الاوكراني سيقبل بهذه الخريطه الجديده؟ ليس المهم من يقبل الجانب الاوكراني، المهم ان يقبل الجانب الامريكي صراحه. يعني اوكرانيا اصبحت الان تعتمد اعتماد كلي على الاسلحه الغربيه بشكل كامل. يعني ليس لديها اي اسلحه، ففعليا اذا وقفت الامدادات الغربيه من تدريب الجيش الاوكراني، حتى الجيش الاوكراني يدرب خارج اوكرانيا، وامدادات العسكريه، ستصبح اوكرانيا يعني ستفقد كل شيء اوكرانيا، ستفقد كل اوكرانيا، حتى اراضي اوكرانيا كلها ستفقدها. ففعليا القرار امريكي، والقرار الامريكي ظهر. القرار الامريكي اليوم تصريح البنتاغون رسمي انه اوكرانيا لا تستطيع ان تتقدم الان خطوه وحده، هذا رسم كبير لها. يعني فعليا خلينا نحكيها بالعامي، الامريكان عم بيقولوا الاوكرانيين هذا هي سحب الروس من الضفه الغربيه، خذوها واعملوا خط وبداوا بالمحادثه، وكفايه معركه عسكريه، حافظوا على مباقي الاراضي، مباقي ما تبقى.